الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، ما الحكم في جماعة مسجد يصلون جميعا في المجلس أو ما يسمى بالدكة، وهي لا تبعد عن المسجد سوى 20 مترا، علما أن المسجد لا يصلي فيه إلا هم؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن المسجدية واجبة في صلاة الحضر للسفر. المتقرر عند العلماء أن المسجدية واجبة في صلاة الحضر لا في صلاة السفر. فإذا كان الإنسان حاضرا في البلد فإنه يجب عليه أن يقيم الجماعة في المسجد حتى وإن وجد مسمى الجماعة في غيرها. فإذا كان الناس في استراحة أو في مجلس بجوار المسجد وهم عينهم جماعة المسجد فإنه لا يحل لهم مطلقا أن يستغنوا عن المسجدية أو أن يهملوا فيها ويصلوا في مجالسهم أو في استراحاتهم، هذا محرم لا يجوز مطلقا، لأن ذلك فيه تعطيل لبيوت الله عز وجل التي أمر أن ترفع وأن يذكر فيها اسمه. والدليل على وجوب المسجدية ما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل ستقيم الفريضة جماعة مع أحد خارج المسجد أو لا. والمتقرر عند العلماء أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وعند ابن ماجه بإسناد على شرط مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فلا يجوز لأحد أن يعطل بيوت الله عز وجل عما أوجبه الله فيها من إقامة الفرائض الخمس. فإذا كنتم قد فعلتم شيئا من ذلك فعليكم أن تتوبوا التوبة الصادقة إلى الله عز وجل، وأن تحرصوا فيما يستقبل على إيقاع الصلاة في المسجد المجاور لكم. ولا يحملنكم الفتور والكسل وثقل النفوس على تعطيل هذا الواجب، بل إن من أهل العلم رحمه الله تعالى من جعل المجيء إلى المسجدية شرطا في صحة الصلاة. فعليكم الحذر الشديد من التخلف عن بيوت الله عز وجل والاستغناء عنها بالصلاة في مجالسكم واستراحاتكم. أسأل الله أن يهديني وإياكم لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، والله أعلم.